بناء على معلومة توصلنا بها، كون أحد مروجي المخدرات يقف على ترويج المخدرات محاور هذا الأمن، وبتتبع خطوات المعني تم إيقافه وعثر بحوزته على كمية مخدر الشيرة، وتفتيش مقر سكني تم العثور على ما يناهز كيلو 100 غرام من مادة الشيرة، أي 12 صفيحة. المعني سيتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بعد استشارة النيابة العامة، ومن أجل الاستماع إليه فما هو منسوب إليه وتقديمه أمام العدالة. 12 صفيحة أي ما يعادل كيلوغرام من مادة الشيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مجزأ وهاتفين نقالين وسكينين ذو نصلين متفحمين. تم إيقافه ترصد إليه بحي الوزيز وتتبع خطواته وتحركاته، تم إيقافه على مستوى حي الولفة المجمع السكني فرح سلام. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.